Here's De Bruyne trying to add to his screen. Oh, he's the top of the bar, and it's 2-0. It's Haaland again. 2 in 2 minutes. Curled in. Does he cross the line? Yes, now. Disappointing to be left out of the starting lineup. They're coming on. Bernardo Silva with a header. Haaland! And then Akanji and Haaland again! He's got four now! And he's equal! Miles again. He's got a long way to go. He's got a high! Haaland again! He's gone now! This is incredible! It's the Erling Haaland show! And he's not stopped yet! أبيدال يسار الدفاع كارلس بيول في محور الدفاع وأليكسيس سانشيز كرة ممتازة لميسي ميسي آخر هزيمة للبلوغرانا كانت ضد بايرن عرض من جانب منظومة الكاسترو يعطي كرة ممتازة كرة مخالفة مخيفة بيرتينو ينتظر الخطورة من طريقة القيصر فرانس بيكماور تشافي هرنانديز تشافي ساندت والركنية للكتيبة الكتالونية إذا أولى الركن ألفيس يمر مع ميسي بثنائية كرة رائعة بيدرو هو فابريغاس رايا وعلى مرتين والجول لا والكارثة أمام الدفاع الألماني ينيستا بعيدة الكرة بعيدة على أدريانو إعصار كاتالوني رهيب مخيف مفزع مذهل إلى حد الآن إيمار ميسي يعطي كرة لإنييستا والمخالفة هنالك عملية لمين ألفيس ميسي ألفيس لكرة القدم كقائد لفريق العالم في الويفا شامبيونز ليج هذا الموسم في ملعب الكامب نو ليات للفريق الكتالوني ليو ميسي لما الكرة لتشافي تشافي يتحرك يعطي كرة لميسي في الحلول المساحة لونا ميسي أمامه كل اللاعب جيرار بيكي اللي هنا في اسبانيا وهذه كرة لميسي وميسي هرب وميسي هرب وميسي يا سلام يا سلام لما نقول كرة الدلال لما قلنا كرة الجمال هذه هي برشلونة به يعيش مع ميسي ما تحكيش أصل الكرة ليو فن الكرة ميسي شوف الكرة هات الصورة هذه الكرة تمتعنا تطربنا تسعدنا كرة من زمن آخر لاعب من كوكب آخر هو ليو نجم الأرجنتين حبيب الملايين هل هو في موقف وميسي يمشي ميسي على مرتين والدفاع الألماني وين هذه الكرة يفتكها ترجع لليفركوزن لديردياك من اقوى نقاط برشلونه اللعب في ظهر ديفي ميعاد منذ 6 دقائق اسبقيه كتميسي الان ليو كره لكن استهجان كبير هنا في الكتالونيا على تصريحات دييغو مارادونا 20 هدف ثاني افضل هداف في تاريخ برشلونه سرعه كبيره ينيستا استلام لميسي والمنظومه وميسي يسدد جول يا سلام يا سلام شوف الكره هات الصوره كره الدلال الكره تعرف صيدها الكره تعرف شنادها هذه هي المنظومه الارجنتينيه كره ولا في الاحلام هي اجمل اقدام وين الصوره هاتونا الكره 9 اهداف لنجم الكره الارجنتينيه لميسي ثم هدفين لصفر لميسي وهذه المره اوه الهدف الثالث ضاع اشهى ليله على الكتيبه الالمانيه انيستا ميسي انيستا غير موجود في تشكيله غوارديولا وفي هذه اللحظه مشاهدينا الكرام يعلن الحكم الدولي عن كل التعليق لكل من التحق بناس نذكر بتشكيلتين انيستا قادر على الاختراق إمهد فابريغاس ميسي يا سلام كره رائعه
شيء كبير في هذه المنظومة الكتالونية، لكن كان بالإمكان أفضل بكثير. يترك الأمور لميسي، لمسة واحدة لفابريغاس، دفاع ألماني عالي والكرة ليست تسلل، وميسي يراوغ والكرة نجم الأرجنتين حبيبه بالملايين. شوف الكرة، وهات أجمل صورة في المعمورة، ليو وحده هاتريك من أروع ما يكون لأجمل أقدام. يا السلام يا السلام، برشلونة اللي خسر لا ليغا 10 نقاط، متغير وينتظر كورتو أو ميسي. فابريغاس تيلو على تو، هجوم سريع لبرشلونة في دفاع ألماني في الشوارع. تيلو جول الرابع كاتالوني، إعصار كاتالوني في الدفاع الألماني. الألماني يعاني وميسي الأرجنتيني أمامه راين آرت، الهدف ويعطي في الإضافة. ميسي بيدرو والحارس هفوة، هفوة قاتلة من بيردلينو، سوبر هاتريك للاعب ميسي، 11 هدف لنجم الكرة الأرجنتينية. يذكرنا بعدد اللاعبين اللي تحصلوا على السوبر هاتريك، أندري تشيفشينكو أولهم الأوكراني، وأمامنا 11 هدف لليو. إيش هالليلة، إيش هالليلة الجميلة للأقدام الأرجنتينية، غير عادي غير عادي. ذلك من برشلونة، ليو يلعب وقت الليلة يمسي عليكم بالسوبر هاتريك. حصة تدريبية نلعب في حصة تدريبية، دانيس ميسي يعطي كرة، شوف الكرة يتقدم رعب المغناطيس، تمر عبر كل لاعبي ماني نيفركوزن، وليس ليفركوزن اللي متواجد في البوندسليغا باستمرار منذ 1900. كرة سريعة بوسكيت، كرة رائعة، الكرة خطيرة، سيدو كايتا لم يكن سيدهم في هذه الكرة في هذه الليلة ضد ليفركوزن. ميت ليو ميسي يدخل منطقة الجزاء، الأبطال الأوروبية، وكرة الرأس من سيدو كايتا لم تأتي بالصيبة. كرة ليفركوزن مظلومة، وهذا ليو ميسي جول، 5 أهداف في مباراة واحدة لكأس رابطة الأبطال. اكتب يا تاريخ، دون يا تاريخ، الموهبة الأرجنتينية غير قابلة للنسخة الكربونية. ليو وحده، ليو 7 أهداف لصفر في الفم ويسكت ميسي. الفيس على اليمين بعد 25، وهذه كرة لكيسلينج لم يتركها التانجو الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو. روبن دوت لن ينسى هذه الليلة. فابريغاس في عكس الهجوم، بيدرو يتمركز، وتيلو وهرب، تيلو ضيع التاريخ. تيلو النادي الألماني بالعربي سيمرالس، وصدد جميلة رائعة ممتازة جدا، كرة بالعربي رائعة يمينية من أجمل ما يكون لصف. ولليالي القادمة، وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم النرويجي موين على نهاية المباراة، في انتصار رائع لنادي برشلونة.